نمضي معكم الآن إلى صحيفة السوداني، ومن زاويته العين الثالثة كتب ضياء الدين بلال تحت عنوان حرجل ترامب. لما يخبو التعليق ولما ينحصر الجدل عن محاسن وحرجلها وله شام الضناقلة ومنعه من الغناء لأكثر من عام، حتى راجت في وسائط التواصل الاجتماعي أغنية عاطفية عن ترامب: ما عارف غلاوتك وزايد في شقاوتك، زي ترامب في عداوتك انت دايما بتكسى، واللي ريدتنا تنسى زي ترامب في عداوتك. ويذهب ضياء الدين بلال قائلا: فوجئ كثير من السودانيين وغيرهم بوجود اسم السودان ضمن قائمة الدول التي شملتها القرارات التنفيذية التعسفية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبهذه القرارات يؤدي عملا عدوانيا بتنفيذ الوعود المعيبة والتمييزية التي قطعها خلال حملته الانتخابية. ويواصل الكاتب قائلا: طوال العقود الثلاثة الماضية لم يقتل سوى أمريكي واحد في السودان، كما لم يثبت قيام سوداني بعمل إرهابي ضد الولايات المتحدة سواء في أحداث 11 من سبتمبر أو الهجوم المسلح في سان برناردينو في ولاية كاليفورنيا في العام 15 و2000، وهما الهجومان الواردان في نص القرار. ويرى ضياء الدين بلال أن هناك تظلما بائنا أوقعته قرارات ترامب بمواطني الدول السبع الذي لهم إقامات بالولايات المتحدة الأمريكية، وأخرجتهم ظروف خاصة أو عامة في حدود تلك الدول أو من حدود تلك الدول، فجاءت قرارات ترامب لتقطع عليهم طريق العودة وهم قد تركوا أسرهم هناك. ويكتب ويختم ضياء الدين بلال زاويته بالقول: تحت الضغط المتزايد والرفض المتصاعد داخل أمريكا وخارجها، بدأ ترامب في التراجع عن قراراته، فقد أعلن البيت الأبيض أمس أنه يعمل لإصلاح الثغرات في الأمر التنفيذي السابق، كما لم يخفي المستشار السياسي والاقتصادي للسفارة الأمريكية ديفيد سكوت إحباطه من القرار الأخير بعد فترة قصيرة من تخفيف العقوبات الاقتصادية عن السودان.